السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شو طيبين؟ مقطع جديد من لعبة آرك بداية، اللهم صل على محمد. طبعا ايش فيه؟ يا اخي والله ودي اسولف عن كل الشباب. لا تنسون اللايك والاشتراك وخلونا نبدا. طبعا حلقة اليوم نشوف حلقة نارية. ليه حلقة نارية؟ صح انا طولت ما نزلت الحلقة هذه، لكن باذن الله يلا يا جريفن اذبحوا. ايوه، لكن باذن الله الوقت اللي انا ما كنت اصور فيه بتشوفون بعد شوية باذن الله ايش راح اسوي او ايش سويت من الاخر. يعني طبعا هذا الجريفن اول شيء روضته طبعا عشان الواحد يتنقل زي الناس، وهذا المكان وهذا البيت من الحلقه الماضيه متذكرين انت، وقفنا المكان هذا وهربنا من زحف لما رميناه من هناك، من هذيك هنوريكم اياها بالسباي جلاس، من هناك يا تبن، من هناك طيحته من هذيك المنطقه. طبعا ما ادري هو مات او ما مات، لكن جاني خبر انه ما مات للاسف، وكان على وشك الموت من قرش، ولكن مجربع الاخ مجربع مسوي فيها البطل ساعده. لذلك انا حاليا يا شباب ما عندي اي صاحب، سويت لي بيت بسيط من الحديد، ويعني طبعا جمعت حديد هناك وسويت يعني اغراض البيت وجيت هان وبنيته. فخلوني اوريكم وين البيت. طبعا شوفوا قد ماني انا قوي وقد ماني انا فعلا ماني سائل بزاحف، بنيت البيت قريب من زاحف. شوفون الان وين البيت. شوفوا، مو بس يا شباب بنيت البيت، روضت ناصرات، سويت لي أسلحة. والله اليوم شباب خلاص اليوم النهاية. هذا هو البيت، شوفونه، شوفون البيت هذا، شوفون التورات هذه طافية طبعا لأنه أنا بإمكاني أشغلها بأي وقت. حلو، هذا هو البيت. حلو، طبعا البيت صعب تدخله، ما تقدر تدخله إلا لما تنط ويكون طولك 180 سنتي. شوف كيف ولد تفشلنا يا حبيبي، تفشلنا. طبعا زاحف ومجربة شخصياتهم قصيرة فما راح يدخلوا. فأنا صح، شوف انا شباب انا واثق اني راح ادخل، بس اصبروا شوي. يا ابن الحلال فشلتنا قدام الناس، اطلع يا عساك تبن. والله قبل شوي دخلت، اقسم بالله قبل شوي دخلني. الله اكبر الله اكبر. دقيقه تعال يا، والله فشله هذه، والله فشله. دخلوني لبيتي، اخيرا دخلنا يا شباب. طيب اسمعوا، البيت في تورات وفي اسلحه في رشاشات صح، لكن هذا شيء ولا شيء بالنسبة للشيء راح تشوفونه الآن. أنا روضت ديناصورات، جبت ركسات وجيجا وديناصورات قوية، لأنه اليوم خلاص راح أنهي هذه المسألة مع زاحف ومجربع. فالخزنة هذه جواتها كل شيء أحتاجه ضدهم. فبسم الله جاهزين، خلونا نشوف. شباب بالله يا شباب لايك واشتراك، لا تنسون لايك واشتراك ها. طيب عندي الرشاش هذا، طبعا رشاش سويته مباشرة يعني من دون أي تطوير. عندي 500 رصاصة، وعندي هذه الديناصورات. طبعا هذه حبيبي ارميه، وعندي هذه الديناصورات عبارة عن ركسات على جيجا على كل شيء يخطر في بالك، كل شيء يخطر في بالك موجود. حلو، الآن ودي أصفهم بهذه المنطقة وأتفقدهم وأشوف إذا في مثلا بعضهم يحتاج تلفيل، يحتاج حاجة، وأرجع لكم عشان تشوفون المنظر المخيف. فثواني يا شباب خلونا نبدأ. وين الجيجا؟ الجيجا أتوقع أنه هذه صح؟ يب هذه الجيجا. طبعا يا شباب انا رافع بس الدمج، الهيل يمكن شويه مرتفع يعني 20000، لكن انا مركز على الدمج لانه الجيجا هم راح يكونون الضربه القاضيه. خلينا نقول باذن الله الجيجا هم راح يبيضون الوجه وما راح يموتون بسرعه. طبعا اتوقع عندي 12 جيجا او 11 واحد، ماني متاكد، وعندي فوق ال 30 او 25 ريكس. حلو، بعشرة انزلهم ورا الجيجا. حلو، لكن انا حاليا هذا المنظر يعني هذه الصفه، ساحه المعركه مو هان. احنا متفقين مع الشباب طبعا على الواتساب، عندنا مجموعه على الواتساب، اتفقنا انه ديناصورات 11 جيجا اتوقع او 10 جيجا و30 ريكس او 25 ريكس اتوقع او 20، والله ما ادري. المهم متفقين على العدد، فخلونا نكمل بالله مع الريكسات. والله منظر رهيب. اوه جيجا، اولولول، عندي جيجات ثانيه. حلو، ايوه ما في مشكله، نزل ابوهم كلهم. انا ودي ارفع الهيل بالريكس وشويه دمج، يعني اهم شيء الهيل نركز عليه، بس احس انه ما يمديني اهيلهم صح؟ الحرب قريبة. يا ولد خلينا نركز على الدمج وخلاص، اسحب على الهيل. اوكي انا خلصت حاليا من مرحلة التلفيل، شوفوا كيف بالله المنظر. شوفوا كيف المنظر، السلاحي طبعا رقم 4 اتوقع، يب. حلو، شوفوا شباب بالله شوفوا المنظر. الله يا المنظر المخيف، والله منظر مزلزل. صدقوني راح افوز ان شاء الله، ان شاء الله راح افوز ضد مجربع، ضد زاحف. ما ادري مجربع طبعا احتمال انه يتدخل، لكن ما علينا من مجربع، احنا اهم هدف عندنا هو زاحف. طيب خلوني بالله ناخذهم الان بالسول
ونروح على بيت زاحف. يلا بسم الله بسم الله. طبعا بيت زاحف قريب، والحلو بالموضوع انه في مساحة يعني للمعركة. بيت زاحف ورا هذه مباشرة يعني. فخلونا بالله نشوف انه مساحة كبيرة تكون وين. او هذا بيت زاحف. اوه هذه ساحة حلوة والله، والله هذه ساحة فخمة. ركمة صف ديناصوراتي من الان. والله ساحة حلوة، واو 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 والله فخمة. خلونا نصف ديناصوراتي حلو، وبعدها عاد نشوف. والله ما ادري، خاف والله ما والله ماني عارف اصف ديناصوراتي مكان هذا ولا قدام بيته. انا اقول قدام بيته، خربانة خربانة. انا كنت خايف على بيته يتكسر، لكن خلوه يتكسر، ايش المشكلة عادي طز. اوكي هذا المكان فخم، هذا المكان قريب من البيت، وانزل ابو الديناصورات. يلا بسم الله، خلينا نقرب شوي بس. تخيلوا بس بالله واحد يطردك من بيتك وانت ترمين فوق هذيك البرج ويعيش، ايش حظ هذا؟ هذا عنده سبع ارواح مثل بساس. والله يا ولد الجيش مو مرتب، انا حاطه اي كلام. صف بس صف جيش. اوكي خلصنا يا شباب، نزلت كل ديناصوراتي. خلنا نمسك سلاحي، عسك السلاح. اوكي تمام. شوف 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 الجيش، شوف الجيش بالله. انا الان ودي ادخل على زاحف نشوف عاد اذا انه موجود او مو موجود. نشوف ان شاء الله يكون موجود. شفت واحد يتحرك. يا زاحف دقيقه، يا زاحف. هلا والله سلطان، تعال تعال. هلا هلا مجربع، ايش جابك يا اخي؟ كل مكان انت موجود. هلا والله ايش جابك؟ انا جاي بزاحف. انت ايش تسوي هنا؟ ايش عندك؟ انا جاي يا حبيبي اتفاهم مع زاحف، سمعت انه ما مات بعد ما طاح من البرج. ها فانا جاي اليوم اقضي عليه، اتاكد انه ميت. شوف 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 جيشي انا يا حبيبي اليوم خربها. ما في هناك شيخ، احنا قلنا بننهي السيرفس مو كذا. رحم امك. انا شوف وال تعال 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 اطلع اطلع قدام قدام، لا تشوف جيشي. انت مالك شغل؟ ما راح اشوفه. اوكي مالك شغل انت نهائيا. ايش اللي ما الا لي شغل؟ لي شغل لي شغل ليه ليه؟ ايش في ايش في ايش اللي ليه؟ ترى صح خوي. ايش هناك؟ لا 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 ترى مسوي جيش بعد وزيك. والله قلت بنيه السيرفر. والله والله قلت بنيه السيرفر قريب لازم نسوي جيوش. يلا كويس، اصلا ديناصوراتي جيعانه اصلا ودي اتعشى عليكم. يلا يلا وين وين؟ تحت ها تحت عندي جيش بعد. والله ما ادري وين يا شيخ قاعد اوله. تعال تعال زاحف يا ولد زاحف. وبيته ما يتكسر، هذا اللي قهرني. تلقاه عندي ديناصوراته تحت تحت يا زاحف. لا لا ما اظن. دقيقه بالله خلينا نشوف زاحف. احا والله ديناصوراته كثيره يا ولد. هاي والله الكلب مسوي جيش. ايش السطر هذا؟ ايش هذا؟ جربع. لا لا وراك انا. ايش رايك نصير خويا وندعس زاحف؟ ترى حتى انا عندي سلاح يا ابو الشباب. ايش تفكر ان تفكر اني ما اخون زاحف انا؟ ما تخون زاحف؟ اي نعم. ابلع. لا 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 كلب، لا لا يا حيوان. انا شايل الارقام عشان هيك ما شفت الدمج. 41 والله كفو. 141 زاحف يا اخي وين؟ الله يصير شيطان قهرني ترى. وينه؟ دقيقة دقيقة، يمكن يمكن ياخذ شاور ياخذ الدش. يا ولد زاحف. شيخ ما والله والله من يوم عند بيته يا شيخ ما يطلع. زاحف كسكس الباب. مشكلة الباب ما يتكسر يا اخي. والله والله كسر هذه اللي على اليمين. دقيقة نشوف نجرب. ما يدمج. والله ما يتكسر. والله ما يتكسر يا اخي. مشكلة هذه. الحل نستنى شوي. خلني شوف. انا بجرب القرفن اشوف يتكسر بيته. كسر بيته كسر بيته، اجيب جيجا اجيب جيجا يكسر بيته. ايش رايك؟ اصلا يا ولد تراني جيعان، ترى والله جيعان. انا اليوم ودي اكل شاورما جيجا. تعال بس. اما شاورما جيجا والله لو انها دجاج. شاورما جيجا يقول لك طعم مثالي اصيل. استغفر الله العظيم. انا شوف لو تاخذ شاورما لسورو شوف انه افضل والله. دسم لحمه دسم ما بس يا والله ودي شاورما زاحف. بس خلوا يجي وينه بس يا اخي. والله مشكله زاحف. اوه ايه بسف يا حليلهم. والله اي والله بلا اخلط اخلط عيني اخلط عيني بلا اخلطه والله اخلط يا رجال. والله يقهر يا اخي قهرني زاحف. اخلط 22 ايه ولا شيء ولا شيء والله ولا شيء قهر يا اخي. هذا هذا يموت هذا. وشو هذا؟ هذا ما يموت هذا. هذا حق هذا حقي انا. والله ترى قاهرني ترى. والله انه قاهرني ترى. هذا يمص العقل. اتوقع انه عندي واحد زيه. هذا ها طلع لي واحد زيه. اي والله طلع لي واحد. هلا والله ويلكم. اما ما شاء الله اخوان. تعال تعال جنب بعض اخوان. جيبهم جنب بعض يمديك. عندي عيون. دقيقة دقيقة اثبت اثبت اثبت. لا ما يدمج. ايوه ايوه صار جنب بعض يا حيوان. ما شاء الله. لا لا ما اتفقنا ما اتفقنا يا ما راح اسوي شيء. اوه بس هذه ما عندي شيء انا ما عندي بس سلاح. عاد اخذ الرشاش. لا لا ما في غيره يا ولد. ايش فيك؟
سألت رأي. خلنا نخلص السيرفر كويسين يعني. أنا شكل بعدك غراض يا ولد ما عندك شيء. أعطيك غراض بس كيف صحيك؟ أوه يبغى لك بيري صح؟ بس على حالي بس على حالي. زحوفي ارحب ارحب. ارحب ارحب حيو. إيش الصوت كذا يا ولد؟ هذا منهم؟ إي الغالي الصوت. هام سلطان ذا جاء صوت الشيء. سلطان تسمع الصوت؟ يا بسمع أنت وين بير أنت؟ قاعد ببير. ايش في؟ دقيقة مجربة اسمع. شكله لما نزل لما رميتها من هناك مخه شوية تغير. صح؟ يا ولد يا غالي. في مرة عند ذلك في صوت هواء. متأكدين؟ شواربك تغطي على فمك. المايك تأكد منه. تأكد من المايك تأكد. تأكد المايك اللعبة. صوتك كأنه مايك يد شاهدة. والله يحزنني خلاص ايوه احنا جلد الذيب ده خلنا جلد يا رجال والله طفش تعال هذا اسمع. طول بنا احنا جلد اوه 600 اجلده اي مطور حق بايك بلا اي يا زرفت راضي عندي طيب انا ايش دخلني يا ورع من قتل البطل حق يا ليل الليل انا قتلته يا ولد بايكك يا زاح ولكم زاحف يا اخي ما انا عارف ايش المشكله عندي اصلا يا ابني المايك حقك ما هو بالمايك اللي انت تتكلم فيه المايك ضار حق الكاميرا ما ادري ايش حقه تاكد شباب انا دخت الو يلا حي زاح اهلا وين الناس وين رحت يا ولد شغلت شوي صراحه مع الدنيا وكذا شوف مع الدنيا اي والله عرفت منو اللي على جنب ذا شايف ذا المنبط احنا مسوي نينجا قم بس قم الحمد لله على السلامه صار معك بس طحت من فوق يسلمك والله انت ما يحتاج تسال انت والله انا جاي اليوم اطمن عليك اشوفك اذا انك عايش جاي اكمل عليك يعني اقضي عليك من الاخر يعني زعف زعف ولا اقطع كلامك يا سلطان زعف وسال وش الجيش ذا اللي وراه؟ ايش قصدك بالجيش ذا؟ هذه قصدي نهايه العالم خلاص نهايه السفر بخربها اليوم ها؟ سلطان سمعت ايش يقول؟ يا ولد شوف ديناصوراتك شوف اسحب فيها شوف يا هذه اهانه هذه هذا انت شفت جيشي تتقوى عليه؟ انت شفت جيشي اللي هناك والله بحقي قول ميدك ترقص على جثه الاسود كلاب اقول يعني انت تسوي لي فيها فتان انت شيطان انت اسكت ما شغل يا اللي ما تستحي يا سعلمك ان جالس يسبك يا اخوي اسمع انا ليش تيجي تسولف ليش تنقل كلام طيب والله جسمك يقهر طيب خلنا نوخر ذا عنك اصبر لا دقيقه يا ولد هي خليني بحالي تركوني بحالي شباب قلونا ايش قصدكم كل واحد يجيب جيشه ترى واضحه شوف انا بالنسبه لي جاي اكمل مشكلتي مع زاحف وخلاص يا انا يا زاحف يا زاحف انت اكرم طيحك فيك قاعد تسولف معي طبيعي انا قاهرني من اول قاهرني بس اني صار لي مواقف صارت لي سوالف كذا في حياتي وخلتني شوي كذا يعني عرفت اللي اهدي الوضع معه اكل جزر ولا شيء ايوه فانا اليوم جاي يا زاحف يعني ودي انهي الموضوع خلاص يا يعني خلاص انا مليت والله مليت فودي ننهي الموضوع يا تفوز يا افوز وخلاص والسلام عليكم وانت مجربع ابي اصلا من زمان يب وانت مجربع بيني وبينك والله حتى انت تستاهل يعني انك تندعس لكن خلينا نخلص من زاحف هنا بدينا بالغلط طيب اسمع جسمك يقهر قايل لك اسمك ترى لا تخدرون يا شباب نزلوا سلاحكم نزل سلاح تقهرني يا سلطان نزل سلاحك خلاص انت حتى تنزل سلاحك جاب لي صوت هذا مو سلاح صوت عندك انا الا هذا صوت طيب ايوه فانا بس اخلص من زاحف يجي دورك انت ايش لا وش اللي يجي دورك عن الغلط يا اخوي في الله شو الكلام انا على كل حال دخل الحمام زي الخروج انا على كل حال انا على كل حال رايح اجيب ديناصوراتي السلام عليكم حلو انت فيك عذيب ذا بوديه ياكلونه ديناصورات ما يستقبل الموت تعال 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 نشوف ايش عنده صار تعال هذا عشاء ايوه لهذ الديناصورات شوف شو الجيش اللي حاطه ايوه ان شاء الله ليكون مو عاجبك بس ان شاء الله عشاء يا شباب عشاء أيوه. كولو صحة اكلوه وال ها كيف قلبك كيف دقات قلبك كيف تقدر بالعكس بطأت مره اكثر مشكله خاف توقف بعدين يلا مو مشكله روح يلا زبط حالك ويلا انا جاي من الاخر جاي هاجمكم ديناصورات اجريسيف ابعد جاي هاجمكم يا سلطان أبعد. جاي عند بيتي ويهايط بعد ايش رايك احنا يا شباب نبي نهايه سعيده ما نبي حرب
نهاية سعيدة بعد الحرب، بعد الحرب. للأمانة للأمانة ترى عندي جيش حتى أنا، لا أحد يسوي قوي فيكم. طيب سوي يلا، روح صف جيشك هناك وبدون ما تكثر كلامك. يلا. شوف احنا. ترى تغلطك أكثر من كذا راح بتندعس ترى، أنا علمتك. لا ليش ليش نكثر الكلام يعني؟ نزل سلاحك. نزل سلاحك. نزلت يا الله، نادي تصيح علينا. يا زاح بلاش رايك فيه. يا رجال يا يطلب الديناصورين دي ثلاثة دي. يا رجال تكعل الله بالله. والله طيب انا اوريك الجيش اللي عندي تحت هناك يستحكم انت دينا صارتك دي. لا 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 يا غش 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 اصبر هجوم هجوم اهجم انت وياه ايش فيهم يا شباب ايش فيكم؟ والله رقدك ازرف غرابك ترقدني؟ طيب خلينا نحط اتاك ماي تارجت دقيقه. لا 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 ايش اللي غش غش مو عشان عندي صوتك هاير جد. طيب يلا يلا شباب يلا معلش انا اليوم ماني جاي اسولف يعني كثر كلام، اليوم جاي افهم. انا اليوم جاي افعل افعال، ما في كلام كلام ما في. خوف انك تجي وتجيب جيشك وبنهايه تندس يا رجال. جيش كله جاجا ايش سلامات؟ عادي 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 لاقي في ركسات في ركسات ورا ورا خلونا خلونا ننهيها بشيء حلو لان في الحاله في حاله الحرب تندعسون. انا علمتكم لا انت ولا كلكم بعد قد هاي فيكم شباب لو سمحتم. انا قلت لك قلت لك زمان الاشياء اللي صارت بيننا حلو ما راح تنهيها لهذه الحرب، اذا فزت سواء فزت او خسرت اوكي اهم شيء. لا يا ورع سي 60 هذه برا سي 60 بر تحرتي هذه يا ورع سي 60 يلا يا اخي ما تخلصون سوالف انتم خلاص. الله يصيبك 360 وضرب الجيجا ذبحتهم الاثنين شباب. ترى كان مجربع يسوي 360 بالسنايبر عشان يصيد يضرب زاحف، فهو قاعد ينط ويلف فاطلق على الجيجا، فمعليش يعني الجيجا يعني مخلوق حساس، فاول ما جت الطلقه اكلهم. والله ما الله يكفو والله العظيم اشهد بالله انكم كفو اشهد بالله انكم كفو يا الجيجا ما قصرتم ابدا. وين وين الشباب؟ دقيقه دقيقه بالله يا شباب الله لا يهينكم. دقيقه وين الجريفن؟ شت الجريفن هناك. والله ما قصرت الجيجا احلى جيجا احلى جيجا في الدنيا سوي 360 عند الجيجا هالمسكين هذا. والله رهيبه 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 يا اخي الله انكم كفو يا الجيجا. شوف زاحف قاعد يحط العشاء، العشاء اليوم ديناصورات زاحف. اوه ديناصوراتك ديناصوراتك يعني حلا حلا اوكي. اوه يب وزاحف يعني عشاء انت وياه وانت يب. مشروب ها. اسمع ترى زاحف والله زاحف مسكين ترى بياكلها لانه في النص والعادي. انا بحطهم اجريسيف يعني اي شيء فهمت علي؟ انت جيشك هذاك اللي قدام صح؟ هذا اليسار هذا جيشي. اوه هذا جيش زاحف ديم الترتيب. لا مو في النص. يب هو غيرهم اصلا. لا كويس مرة هذي كويس. اذبح لا يكون بس اقرسف الحمد لله اني طاير. الحمد لله اني طاير. خلهم بسف. الحمد لله اني طاير. خلهم بسف يا شو اسمك؟ يا نكبه خلهم بسف الله يرحم والديك. استغفر الله. خلينا نصوت بعدين بسف يا شيخ. هذا ما عنده زاحف مخليهم اقرسف. يا اخي ليش تشيلهم؟ اصبر مدمجين مره. يا الله يا اخي عادي يا اخي زاحف شاد حيله الا يفوز. ترى خلاص ترى عوافي ترى عوافي اذا خسرت اللي فزت. يلا ما انت فايز اصلا حتى لو فل هيل يا حبيبي. يلا لان الديناصورات راح تموت كلها يعني خليني اوصل لك. ايش قاعد تسوي ذا يا ولد؟ صوته يا اخي غريب يا اخي تحس انه مختبر. يا زاحف يا المايك ما ادري ايش فيه في اللعبه كنا في مويه كذا ما ادري كيف بس انه في الديسكورد كويس ما ادري ايش المشكله والله. انا مشكلتي اني مخليهم اتاك ماي تارجت لو خليت مقدسه وراح يهجمون على طول ما راح يقعدون زي كذا. لكن زاحف مأخرنا شو نسوي شباب؟ يلا نبدا ولا كيف؟ هذا الجريفن هذا راح يروح فيها راح يروح دعس ما راح يموت. هذا حقنا لا تلمسه. ايوه خذه يا ولد. الحين اسمع زاحف شو وضعه؟ نبدا يعني ولا كيف؟ اسمع صوت الكيبورد والله العظيم سد حيله اقول لك حاول. يلا يا زاحف زاحف حاول بيفوز زاحف ترى فورتنايت ترى ارك ماي فورتنايت زاحف الله يرحم والديك يا حبيبي. قاعد ادور له قبل حقي ما ادري وينه.
اصبر تحاول ولا ولا ارميك من فوق هذا القرب يا اخوي ابني اذا رحتك لحمك يقلع بالبايك الخربان يا اخي الله يلا هذا 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 وقرف حقك يا اخي يلا سلطان يا اخي لا شغلنا والله عيال ما تدينا صار حكي ولا زاحف يلعن شكلك يا زاحف يا معطيك معطيك قرفن يا اخوي خلاص خلاص يلا ها لحظة يلا خلينا بالله دقيقة خلينا نسويهم اجريسف بس ثواني خلاص انا اتاك يسار مو اجريسف انا اتاكد بعدين خلينا كل دنيسراتنا اجريسف يلا نبدا يلا ها يلا يلا مستعدين يا عيال اي 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 والله بدي على طول ورع اي الرشاش اللي بعي طف مايك طف مايك طف مايك بي بي طف المايك وول يقول عمو البوكس يا عيال يا ساتر يا ساتر جيجا يصير تكفى يا جيشي جيشي اه جيشي جيشي يا عيال جيش الله يصيبكم جيشي واللي يندعس والله يا جماعة عندي فكرة تعالوا معي تعالوا معي عيال معي 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 تعالوا تعالوا أبهرب ورا يا جماعة تمام لين تضربون إذا تضربوا خلص بهجم عليهم يقلع أم الفكرة خلونا نهرب أنا جيش اللي أكله جيش في النص ومدنين عليه أكلوني صارت العكس ما صارت ما صار زاحف واللي بيلقم يا صوت معي 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 القيقات والله ما بقول القيقات خلنا 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 أقول لهم وقفوا الدمج أحلى يا كلب يا اللي ما تربيت استغفر الله أوي يقلع شكلك لا يا عيال جيشي تكفى يا جيشي تكفى يا جيشي لا اي انا كمل كمل هذا جربك كمل يا كلاب دعستوا جيشي ليش كذا لا هذا مين اوح شوف الدمج يا كلاب دعستوا جيشي ما بقى الا واحد تكفى يا القيقة تكفى يا القيقة انا ما بقى شيء انا خلصوا اصبر دينستراتي راحوا تعال تكفى القيقة حقي تكفى اصمل تكفى اصمل القيقة انا اسمع دقيقة دقيقة 16 اللي 16 اللي جيني صراحة الحمد لله اسمع انا اعترض هاي انا اعترض ايش انا اعترض ركس ركس هيلو 48000 هاي هاي والله غشاش مزود هيلاته ما مزود شيء يا ولد يا ولد غشاش والله غشاش والله لازم حطهم بس حطهم بس خلينا ننزل ايش في ما ينزل هذا يا ولد انت ثقيل يا ولد فكني فكني تبين تفكني لا مو ترمين الله يصيبك مايك مايك تعالوا مايك شوف المايك تعال ديسكورد يلا تعال ديسكورد باقي اربع ركسات خشوف بالله يهيلهم ايش تقول لهم دمجي ساتر ايوه يلا حي ايش عندك يا غراب يا اخوي انا خلقي خسران سارق البايك سارق البايك حقي اللي ما تستحي والله توني ادري لا 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 رجع السلاح يا برجع برجع خليني بجرب والله بجرب وارجع لك مبروك الف مبروك يا زاحف مبروك يا زحف ثلاث ساعات رجعتني الى طريق الصواب صح اني كنت منحرف شوي لكن الان رجعت انسان مستوي المهم هذا المهجهج انت يا ايش اللي مهجهج لا انتفك بالبندق اللي معي فخلاص يعني خلاص هنا تنتهي السلسله ياب خلاص جدكم خلاص تنتهي بسلام احنا حبايب اصحاب اي للي يقولون ذبحك ذبحك ما ادري ايش اذبح اجم عليه خلاص ياب احنا الان تصافينا حين رجعنا اخوي مثل اول ايوه اصلا حنا اسمع حنا يعني لما نسوي الحركات هذه حنا ندخل جو اللعبه بس ولا حنا اصحاب رول بلاي رول بلاي رول بلاي فقط حبيبي صح يا بدر حبيبي نعم صحيح والله خلاص انا مسامح انا خلاص على المشي والله كفو الله تعال اعطيك هديه تعال عليك وقت الهدايا هذه هديه ايوه تعال اعطيك بيض انت اعطيك بيض انت هذا اللي خلني يا عيال خلني بقرع بمناسبة خلاص انتهى السيرفر بمناسبة نهاية الموسم الزبدة لا 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 بس يرحم امك بموت بموت بس يا اخي خلني بس انت ايش فيك انت خلني بس نعيما 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 جلس جلس ازعاج جلس يا ولد فخلاص الى هنا تنتهي السلسلة صراحة كانت سلسلة جميلة مع شباب الحلوين سلطان الاسطورة وازاحف الاسطورة وتلقون قنواتهم تحت الله يسعدك وانت الاسطورة والله من بعد سريعة كذا خفيفة ولطيفة وخلاص هلا والله بش أنا بجامد وفي دقيقة بحرق عليكم سلسلة جديدة يا شباب في سلسلة جديدة صحيح مود أقول لكم اسم المود راح تكون أسطورية بإذن الله قريب ياب ها شرايكم خلاص تم تم
خلاص تمام. فخلاص صراحة سلسلة نو مود كانت من أفضل السلاسل وخلاص. يلا سلام عليكم والسلامة. أصبر بكلمة أخيرة قبل لا تروح. إي استعجل ذا كلمة أخيرة. نراكم إن شاء الله في موسم جديد مع حروب ومشاكل و مضاربات وكل شيء جميل. مضاربات وهوشات وكل شيء وفوز زاحف الغشاش. أهلا غشاش. ساعة ساعة تضبط جيشك. أنا يعطيك ألف عافية على المشاهدة ونراكم بإذن الله في سلسلة قريبة قادمة بإذن الله. وشكرا جزيلا على تواجدك أنت وتواجدك أنت. لا 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 مو بالصوت مو بالصوت والله ماني بحصان عندك أنا. فخلاص إلى هنا وصلنا إلى نهاية السلسلة سلسلة نو مود. مع السلامة. نو مود خلاص أنت أنت والله. لا يا ولع هذا مصط خذ شحطة اي سلاح يا عيال خذ والله بعد الأذى ايش دخل يا ولد. والله لذبحكم. السلام عليكم.